نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. معصوم يشدد على ضرورة اتباع السياقات القانونية في الاعتراض بما يرسخ سيادة القانون. الصدر يؤكد أن قرارنا عراقي من داخل الحدود والجميع شركاء لا أمراء. دعوات للبرلمان لعقد جلسة طارئة لتضييف مجلس المفوضين ومناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية. من قناة صلاح الدين الفضائية قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، دمتم في أمان.